السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جاي لكم بدرس ازاي ندمج ألوان الخشب البني في درجة بورتريه البورتريه. هعمل معاكم رسمة العين بالحاجب بألوان البني عشان تظهر طبيعية بشكل بسيط جدا ومبسط للمبتدئين بدون أي تفاصيل كتير. دي الرسمة اللي هنشتغل عليها النهاردة، ازاي نحط درجات البني. قبل اي حاجة كده انضف شكل الرسمة شوية. دي استكت الفحم، اللي مش عارفها ديت بتساعدك جدا ما تيجي ترسم بالقلم الرصاص او اي حاجة بتنضف الشكل وتحوليك. دي درجات اللي انا حاطاها قدامكم، دي الدرجات المعتادة اللي انت بتدمجها في البورتريه بتاعك لما تحس ان انت عايز تعمل درجات البشره الطبيعيه. يعني اما ما بندمجش اكتر من كده، يعني انا ما بدخلش الاحمر والاخضر ولا اي درجات من دي. عايز ترسم بشره بقى طبيعيه من الالف للياء، يبقى هي دي الدرجات المناسبه. درجات البني باكملها دي درجه البشره الطبيعيه. اللون ده من فابريكاستل، انا بستعمل الفابريكاستل في الوان الخشب. تعالوا بقى ننضفها كده كده على السريع كده، حاجة بسيطة. ألوان الخشب البني بكل درجاتها مع لون الذهبي، أو مش الذهبي قوي، اللي هو الذهبي المدي على بني دوت. أول حاجة لازم تبقى عارف إن نسب العين لازم تكون متساوية قصاد بعض. أول ما تلاقي إن العين قصاد بعض متساوية، بتعرف إن أنت راسم العين صح. ولما الفراغ اللي في النص بين العين والعين لازم تكون بنسبة عين تالتة، كده تضمن ان انت رسمت صح. اول حاجة انا همسك درجة اللون البني ورا الدرجة الغامقة ورا الدرجة الفاتحة. انا خدت درجة متوسطة من درجات البني. عم بس كده عليها زوم شوية. هرسم اول حاجه العين من الداخل، حددتها بس كده تحديد بسيط بالقلم البني عشان ابدا بقى ازهر الرسمه اللي قدامي. تابعوني كده خطوه خطوه، هنشوف احنا هنعمل ازاي العين. كاني بقى ماسكه قلم الرصاص وبدرسها من اول وجديد، بظهر بس التفاصيل اللي فيها. في ناس على فكره تحب ترسم بالقلم الخشب على طول، في ناس تحب ترسم بالقلم الرصاص قبل الخشب. انا ساعات كده وساعات كده، بس انا احب ارسم بالقلم الرصاص الاول تكون الرسمه، وبعد كده اتكون بقى الايه، وممكن اسيب تفاصيل كتير جدا وبرسم بالقلم الرصاص. طريقه رسمي في الالوان الخشب، انا احب ارسم بطريقه الخطوط كده وبطريقه الدوائر. تابعوا رسمتي وانا بشتغل. طريقة خطوط خفيفة في اتجاه واحد كده، او طريقة ان انت تلف القلم بشكل دائرة. نن العين كده ايه، حاول ان انا اظهره باللون الاسود او باللون البني الغامق. بسيب كده ايه حتة بيضة كده في النص بس خفيفة، ان هرجع في الاخر اظبطها تاني واظهر ضوء العين بشكل اوضح. خليكم معايا للنهايه تشوفوا انا بعملها ازاي. انا دلوقتي بظهر التفاصيل البسيطه اللي في البدايه خالص، الرموش، بظبط شكل العين من تحت. رسمه العين الطبيعيه الواقعيه لازم فيها دراسه، لازم كل حته فيها تدرسها بشكل واضح. كل ما تدرس اكتر كل ما هتظهر قدامك رسمة الشكل ايا كان، عين، انف، فم، بشكل افضل. انا برسم كده حاجة بسيطة كده ايه، تفاصيل بسيطة جوه العين. انا مش هدرس بقى العين من جوه، انا رسمت لكم قبل كده في فيديو تفاصيل شكل العين من جوه اللي حطلكوا في الوصف تحت اللي مشافهوش. لكن لما تيجي ترسم بورتري بترسم بقى تفاصيل ايه مش كتيره زي الدراسه بتاعه العين اللي انا عملتها لكم بتاع قرنيه العين. احنا دلوقتي بندرس حاجه بسيطه قوي.
انا مش عايزه اطول عليكم، مش عايزه اتكلم كتير. انا ايه، حاولوا ان انتوا تشوفوا انا برسم ازاي. انا بظهر من جوه الشكل كده، كل ده وانا بشتغل بدرجة اللون البني الفاتح، درجة وسط كده، مش درجة ولا غامقة ولا فاتحة قوي. بحاول ان انا ارسم منها اكمل بقية الاوتلاين اللي انا بعمله. بظهر فيها الدرجة اللي هي الايه، طبعا درجات الظل والنور بتبقى درجة، لاما ظل نور ظل غامق قوي، لاما ظل فاتح قوي اللي هو درجة الابيض. وانا هسيبه وانا بشتغل، يعني انا مش هجيب قلم ابيض بقى وفي الاخر وادمج الحاجات دي، لا. وانا بشتغل عود ايدك ان انت تسيب الظل، تسيب الاضاءة بتاعة البورتريه من الورقة نفسها، يعني من اللون الابيض اللي انت شغال فيه، اللون البيج اللي انت شغال فيه، بتبقى شكلها واقعي وشكلها حلو جدا. ما ترسم العين من الداخل، طبعا في تفاصيل عروق كده خفيفة جدا بتبقى جوه العين. حاول وانت شغال بالقلم كده تعمل خطوط خفيفة كده، بتديها شكل واقعي اكتر بدل ما تسيبها فاضية خالص، لا. وبعدين رسمة شكل العين من جوه بتبقى من الجنبين، تحاول تدي درجة غامقة من الجنبين، بتبرز العين وبتبقى ايه، تديها شكل واقعي. اللون الاسود اللي جوه العين، لان العين انا مش عايزه اسيبه كده دائره سودا وخلاص، لا. بص انا بعمل ايه، انا مسكت القلم الاسود وبحاول بقى ادمج اللون الدائره السودا اللي انا اشتغلتها دي في شكل العين من فوق. انا مش عايزه اللي يشوف رسمه العين يلاقي كده ان انا رسمه دائره جواها دائرة صغيرة وخلاص الموضوع خلص، لا. انا عايزة تبان بشكل واضح اكتر، فانا دمجتهم مع بعض ولسه تاني هدمج تاني دلوقتي. بنفس القلم اللي انا شغاله بيه هتيجي من جنب العين من جوه، ايه، وهحاول ان انا ادوس على القلم شويه بحيث ان انا اعمل الغامق ايه على طرف العين من جوه من الداخل، من غير ما اغير القلم ومن غير اي حاجه. بنفس القلم خلي ايدك تبقى قويه ودوس جامد، اهو دوس عليها اكتر مما يكون، هتدي لنا ايه، بروز من العين من الداخل وفي نفس الوقت بنفس درجة العين. همسك بقى القلم كده ايه، هسيح الاسود جوه، همش كده خط بسيط للداخل كده، ايه، تدي غمقان من على الجنبين عشان ابرز شكل العين من الداخل. نجيب بقلم البني كده، دمج نن العين مع العين من جوه كده، ايه، مع القرنية، بتديها شكل واقع اكتر. يعني صبر في الرسم بيديك نتيجة حلوة جدا. Thank you.
بقى القلم الابيض الجلي كده، واحط ايه ظل كده خفيف كده، ضاقه خفيفه كده جوه العين مع عن طرف العين من جوه، بتفرق قوي في الشكل، حاجه بسيطه كده. وارجع تاني بنفس درجه البتاع وادمج القرنيه مع بعضيها. تفاصيل العين من تحت بقى، العروق، الحاجات الخفيفة اللي بقى تحت العيون. نفضل بقى مستمرين بالشكل دوت. كل ده على فكرة وانا شغالة معاكو بتحوالي 4 أقلام بس من وريتها لكو في بداية الفيديو، يعني انا محتاجتش ان انا استخدم القلم الذهبي ولا استخدم القلم الاصفر اللي هو اللي بدي على بني ده خفيف الاكر، ولا قدرت ان استخدم اي حاجة من الحاجات دي. لحد اللحظة دي انا بشتغل معاكو في 4 درجات بس من درجات البني. بنفس القلم دوت انا هرسم بيه شكل الحاجب، شكل الحاجب زي ما برضو مريت لكم قبل كده في فيديو، ما يبقاش حته واحده ولا خط واحد، لا رسمه الحاجب ارسمها شعرايه شعرايه كده جنب بعضيها بسرعه، يعني مش لازم ترسم الشعره وتقف، لا ارسم بها بصوا زي ما رسمه كده شعرايه شعره ورا بعضي ورا بعضي، بيدي شكل واقعي ان فعلا ده حاجب. ترسم باتجاه الشعرايه لفوق في اتجاه بدايه الشعرايه بدايه الحاجب. في رسمة الحاجب هستعمل كمان القلم الأسود أو ممكن تستعمل القلم البني الغامق في وسط الحاجب كده لنهايته، ممكن تحط درجة أغمق من بداية الحاجب، بتبقى درجة أفتح على أغمق، يعني تبدأ بالفاتح في بداية الحاجب مع شعر الحاجب في بداية الحاجب بيبقى مستقيم شوية وبعدين بيميل لحد إيه النهاية، يعني مبيبقاش درجة الحاجب برضو درجة واحدة، يعني هدخل فيه درجة البني الفاتح وبني الغامق وممكن كمان الأسود، بيديها شكل برضو أفضل. بدل ما تعمل مثلا شكل الحاجب كله بني أو كله أسود، لأ مبيبقاش ليه واقعية. نيجي بقى دي درجة البشرة اللي هنا بستعملها، اللي تبقى أول درجة تحطها في البورتريه. في ناس تحب تفرش باللون ده البورتريه بالكامل وبعدين تحط فيه درجات الغامق ودرجات الفاتح، في ناس تمشي بالتدريج، وكل واحد حسب ما هو بيحب يعني، لكن احنا عشان درس تعليمي انا دلوقتي بحط لكم ايه، حطيت كل ال4 درجات اللي انا شغاله بيهم في رسمه البورتريه. وانا عامه بحب اشتغل بالطريقه دي، يعني بحب افرش الدرجه كلها وبعدين احط الغامق وبعدين احط الافتح، لا انا احب الحاجه تظهر قدام عيوني، بتشجعني اكتر ان انا اكمل الرسمه. يعني الدرجه دي حلوه جدا وممتازه جدا، اللي مش عنده الدرجه دي متوفره ممكن يستعمل القلم الخفيف القلم البني لو افتح درجه ويدمج معاه مثلا درجه الابيض برضه بتظهر بتفتح درجة شوية. هسيبكم بقى مع الفيديو للنهاية تشوفوا هتكمل معايا ازاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم والدرس كان واضح ومفهوم، وانتظروني ان شاء الله في درس جديد ودرس تعليمي جديد ان شاء الله يا رب. وان شاء الله في الخطة الجاية ناوية ان انا ادرس لكم ازاي بقى نستخدم القلم الجاف وازاي نظلل بيه وازاي تكشيراته وكل الحاجات الخاصة بالقلم الجاف ان شاء الله. ياريت بقى اللي اول مرة يشوفني يعمل لايك واشتراك للقناة. يلا بقى اسيبكم مع الفيديو.